حقيقة آخر الدراسات تقول أن تقدم الدول يتناسب طردياً مع تطور البحث العلمي ومدى الاهتمام به من الجانب الخاص بالدولة من المسؤولين. حقيقة نحتاج دعم كبير لكل باحثين في الوطن العربي حتى نستطيع تقديم نماذج مهمة في الوطن العربي وأيضاً إلى العالم. حلقتنا اليوم خاصة بالبحث العلمي في الوطن العربي. تمام، زي ما قال فعلا أحمد، الحلقة مخصصة للبحث العلمي، ومؤخرا طبعا مع انتشار فيروس كورونا وقبله فكرت مصر بأنه لازم يكون في لقاح مصري، وفي تجارب كثيرة جدا واللقاح باسم كوفيفاكس. خلينا نرحب بضيفنا، هنتعرف على مزيد من الأخبار ومزيد من المعلومات حول هذا اللقاح. ضيفنا في استوديو بيت للكل الأستاذ دكتور أسامة عزمي، وهو الأستاذ بالمركز القومي للبحوث ورئيس فريق التجارب السريرية للقاح المصري كوفيفاكس. منور يا دكتور، أهلا بحضرتك. أهلا بيكم وأهلا بأحلى مذيعين في الوطن العربي عموما، طبعا من العراق ومصر والأردن وفلسطين. أهلا بيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور، يعني فخورين إن اليوم إحنا أيضا نتعرف على قامة علمية وعلى جهد مميز يبذل في جمهورية مصر العربية، وعندما يكون هناك أي إنجاز في مجال البحث العلمي على المستوى العالمي بنفتخر فيه أيضا لما بيكون من دولة عربية. قبل ما نحكي أكثر عن البحث العلمي، حابين تطمننا وتخبرنا عن آخر أخبار طبعا اللقاح المصري ولوين وصلت مراحله، تفضل. طيب، لو عشان نسهل الأمور للناس، لو نقول إن مراحل يعني إنتاج أي لقاح في العالم بيمر بمرحلتين كبار. المرحلة الأولى هي التجارب في المعمل أو على الحيوانات التجارب، ودي في عمر اللقاح تستخدم تقريبا أكثر من 60% أو 70% حتى يظهر اللقاح للناس بعد كده. ثم بعد كده تبدأ التجارب على الإنسان، ودي المرحلة الأولى بتاخد أطول فترة. ثم بعد كده المرحلة الثانية والثالثة دول بيبقوا أسرع بكتير قوي، ثم يظهر هذا اللقاح يبقى موجود في السوق الناس تستخدمه. إحنا حاليا في نهاية المرحلة الأولى للتجارب على الإنسان، فإحنا تقريبا وصلنا لحوالي 70-80% من الوقت المطلوب عشان ينزل هذا اللقاح يبقى موجود في السوق أو موجود تقدر يتم تداوله ما بين الناس زي اللقاحات كلها اللي موجودة هنا. يمكن الاختلاف في اللقاح المصري اللي احنا بنعمله عن أي لقاحات تانية هو إنه الفيروس المعزول المنتج منه هذا اللقاح هو اللي موجود في الوطن العربي. يعني خلينا نضرب أمثلة عشان الناس بالضبط كده. هو يعني إيه مناسب للبيئة؟ يعني ده اللي اتعزل من الناس اللي موجودين في الوطن العربي أو في مصر، وفي منهم كانوا ناس جايين من الدول العربية. فهذا الفيروس هو اللي موجود فعلا أو اللي منتشر ما بيننا كلنا. فلما يطلع هذا اللقاح إن شاء الله هيكون أكثر أمانا وأكثر فاعلية للي عايشين في الوطن العربي كله، مش بس الوطن العربي، الوطن العربي وأفريقيا كمان.